نساء ورجال ساكنات زنية. قبل الانطلاقة الرسمية غادي نعطي الكلمة للسيد رئيس جماعة أربعاء عليا شاطر ليتفضل مشكورا. تفضل سيدي محمود. يشرفني بداية أن أرحب بالحضور الكبير وكل المشاركين في فعالية مهرجان مالطا لهذه السنة في نسخته العاشرة والذي تنظمه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين الجمعية العالمية العروسية للعمل الاجتماعي والثقافي بشراكة مع للتنوع الثقافي لليونسكو. هذا المهرجان الذي يهدف الى الحفاظ على تراث الفرنسية بالمنطقة الشمالية للمغرب عموما وابراز الخصوصيات التراثية والتاريخية للعبة مالطا كموروث ثقافي متجدد وتظاهرة تنفرد بها منطقة جبالة على وجه الخصوص، حيث انها ترسخ تقليدا قديما من تراث المنطقة توارثها أبناؤها والقبائل المجاورة لها أبا عن جد وظلوا متشبثين بها منذ عصور، وهي كما يعرفها ويزاولها سكان جبالة منافسة شرفية يتم خلالها التنافس على دمية مالطا وإعادتها لقريتها، حيث تعتبر الخطة المحكمة والقوة والثبات خصائص مهمة. لتكريم الوحدة والروائح الدامية من شمال المملكة وجنوبها، فالنزوع المشرف بوفود من مختلف أقاليم المملكة وخصوص أقاليم الجنوب العزيز هو تجسيد الصلة المتينة بين أبناء الشعب المغربي في شمال المغرب وجنوبه، وترسيخ لتواصل اللحظة الوطنية الممتدة في جنوب المملكة بين مختلف أقاليم هذا الوطن. لنا اليقين أن الدورة الحالية ستشاهد متسابقاتها في تحليل التنمية المحلية في إطار يجمع بين الأصالة والحداثة، يحافظ على المنتوجات الحرفية المدنية المحلية والوطنية من خلال برنامج الدورة المتنوع الذي يجمع بين ما هو اجتماعي وما هو ثقافي أكاديمي، يتضمن إسهامات فكرية حول الموروث الثقافي والحضاري وترسيخ الهوية الوطنية السابقة. وبالأخير أتمنى التوفيق والنجاح لفعاليات هذه الدورة، وأطلب الله العلي القدير أن يحفظ هذا البلد آمناً مستقراً وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظ سيدنا المنصور بالله أمير المؤمنين صاحب الجلالة ويبلعه بعنايته الإلهية ويبقيه ذخراً وملاناً لهذه الأمة ومنبعاً للرحمة والرحمة عاليا لحمى الوطن والدين وضمان استقرارها وامن في اسئلتها والله وامن المغربي الفصيح لشتى اصوله وملامحه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا لكم السيد الرئيس للأسف الشديد كل ما نفتقده في هذه الدورة هو نقيب الشرفاء العالميين رحمه الله وجعله في جنة الخلد. إذن أعزائي الحضور الكريم مجددا نقدموا التحية والتقديم صحيح وكل عليك بخير انا بلاتي بلاتي خايا واشي الصلاه على النبي بلاتي بلاتي يا صديق 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 اجيبها اجيبها ما فين والدي الشربه ديالك فين هي هذه كل انحاء العالم ايضا مرحبا بكم
حضر الصديق حضر بلاش ما الصديق حضر حضر لكي شاشنا وماذا المصطفى وماذا الهربة عندي بيه ودكشي يلا يلا الصلاة عندي بيه السرعة شنو دوار هذا شنو دوار أحمد فرجاني هذي سرعة أحمد فرجاني سرعة أحمد فرجاني شحال بكم شحال بكم في السرعة 15 وطبعا دائما اللقب إذا سرعة أحمد فرجاني من جماعة السيد اليماني يشارك في الدور العاشرة لمهرجان الماطا بجماعة عياشة عمالين احنا غير بنعني الاول ديال الظروف هذه رانا بسبب فيروس كورونا اللي طبعا خلاتنا نوقفوا مده السنتين ولكن رجعنا من جديد رانا ما نمشيش الصالون باش نستمروا هذا التقليد السنوي وكبيكم ثقه حراره في فرقة الحصادة مساء الخير وفريق معنا لكل قسم من جمع الفرقة الحصادة متقطعين مجموعة الحصادة فرقة الطلاء في الطلاء والطلاء والصفصف أنا مشتركين مع الخمسية من 2015 مشتركين معنا وشكرا يعني لأن تلك المولى الحمازان شكرا شاهد سمعونا شي حاجة يلا على السيد العمدة مع السيد الوالي سيد الوزير وضيوف الشرف الحاضرين معنا خصيصا اليوم باش نفرحوا بكم باش نفرحوا بالخيالة وساكنة زنية يلا شنو تقدموا لنا فرقة الحصاد والعشقين بالبيت صلوا عليه وشرفتونا بالحضور ديالكم نتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن والتوفيق للمهرجان في دورته العاشره شنو دوار نتوما شنو الصربة؟ ها؟ دار سعيد دار سعيد؟ نعم نتوما عندكم الخيل مزيان حنا اللي عندنا الخيل كثير نتوما اللي كتربحوا دائما دائما احنا هما اللي كنربحوا شنو كرسان وديك كرسان يا ولدي مع الله يرحمه مسكين ولد البلاد انا يا ولدي موسى تشرفينا تشرفينا الله يعاونكم
بإذن الله أن يتوجه بتحية ونرحب كل وزارة لحضر معنا خصيصا لتغطية فعاليات مهرجان ماطا للقروصية الدولي في دورته العاشرة. ما ننساوش طبعا أننا نرحب بالوفد الإفريقي معنا الدورة العاشرة كذلك بالضيوف الكرام لحضر معنا الأقاليم الصحراوية ومن كل أنحاء المغرب ومن كل أنحاء العالم كذلك. تصفيقات حارة على وسائل الإعلام لحضر معنا مشكورين على الدعم والحضور. شكرا للسيد الوزير السيد الوالي السيدة العمدة ممثلي اللي حضر معنا طبعا من كل الجهات مشكورين. شكرا للوفد الإفريقي اللي حضر معنا في هذا الدورة. شكرا للخيالة فرقة الحصادة ومن هذا المنبر كانت توجه تحية خاصة للسيدة نبيلة بركة على كل المجهود اللي كانت كتقوم به وباقي كتقوم به من أجل إحياء هذا التراث طبعا. تحية للنساء ساكنة وبتشريف المنطقة اللي يمثلوا وبتشريف مناطق أجبادة وتقديم العرائش اللي بتفرح من خلال تنظيم فعاليات مهرجان ماطا طبعا اللي عرف بعد التأجيل بسبب حرائق عفتة المنطقة.